دشن الوكيل المساعد لمحافظة شبوة فهد التوصلي مشروع تحديث بيانات المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي WFP بالمحافظة، والذي يستهدف 42,633 حالة مشمولة بالمعونات الشهرية للبرنامج الذي تتولى إدارته وتنفيذه جمعية التكافل بالمحافظة. ونوه التوصلي بأهمية تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من البرنامج، لافتا إلى دورها في إظهار حجم الزيادة في أوساطهم، مطالبا بضرورة رفع سقف المشمولين بهذه المساعدات في عموم مديريات المحافظة. تم تدشين تحديث البيانات للمستفيدين عبر منظمة التكافل الاجتماعي، وكان بصحبتي الأخ مدير عام مديرية عتق والأخ مدير عام الجهاز المركزي للأحصاء، ونشكر كل الداعمين، ونتمنى أن تتدفق المساعدات للمحتاجين في محافظة شبوة والوطن. نحن اليوم في أول أيام تدشين تحديث بيانات المستفيدين في محافظة شبوة. أجمالي عدد المستفيدين في المحافظة 42,633. عملية التحديث بتبدأ من تاريخ 21 يومنا هذا إلى تاريخ 5 مارس.